أهلا وسهلا بيكم متابعينا الكرام. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن أفضل دول العالم من حيث مستوى المعيشة وجودة الحياة. وطبعا مؤشر جودة الحياة بيختلف عن تصنيف أغنى دول العالم اللي اتكلمنا عنه قبل كده، يعني ممكن يكون في دول كتير أغنى من الدول اللي هنتكلم عنها دلوقتي في الفيديو ده، لكن احنا بنتكلم هنا في الفيديو من حيث جودة الحياة مش مستوى الدخل وبس. تابع معانا الفيديو للآخر، ولو كنت زائر جديد للقناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك أي فيديو جديد. في المرتبة الأولى كانت كندا، وهي تعتبر من أسرع دول العالم من حيث النمو الاقتصادي، وكمان بتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث المساحة بعد روسيا، ومساحتها الإجمالية 9,984,670 كيلو متر مربع. أما الناتج المحلي لكندا 1.7 تريليون دولار أمريكي، والدولار الأمريكي أعلى في السعر من الدولار الكندي زي ما احنا عارفين. أما بالنسبة للقدرة الشرائية للفرد من الناتج المحلي أو ما يسمى الدخل السنوي للفرد فيبلغ 48,500 دولار سنويا، ويبلغ عدد سكانها 37,521,000 نسمة، وجزء كبير منهم مهاجرين من جميع أنحاء العالم. تعتبر مملكة السويد واحدة من أفضل دول العالم للعيش، ومن أفضل الدول في مؤشر الرفاهية كمان، وده بالإضافة لأنها واحدة من أكثر دول العالم من حيث الأمن والسلام المجتمعي، وهي دولة إسكندنافية تجاور كل من النرويج وألمانيا وفنلندا ولاتفيا وبولندا وإستونيا والدنمارك، ويبلغ الناتج المحلي للدولة ما يعادل 540 مليار دولار أمريكي، وتعادل القدرة الشرائية أو الدخل للفرد 51,000 دولار سنويا، ويبلغ تعداد السكان فيها ما يزيد عن 10 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها الجغرافية ما يقارب 450 كيلو متر مربع. مملكة الدنمارك هي واحدة من الدول الاسكندنافية، وتربطها حدود مع العديد من الدول الأوروبية الأخرى زي السويد والنرويج وألمانيا، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 43,000 كيلو متر مربع، ودي المساحة الخاصة بالدنمارك فقط بدون حساب مساحة جرينلاند وجزر فارو التابعة للمملكة. الناتج المحلي للدنمارك هو ما يعادل 325 مليار دولار سنويا، ويبلغ الدخل السنوي للفرد ما يزيد عن 50,000 دولار أمريكي. ومن حيث الكثافة السكانية يعيش في الدنمارك ما يقارب 6 مليون نسمة. وبرضو تعتبر الدنمارك من أكثر دول العالم من حيث مستوى الأمان ومؤشر الرفاهية، ده غير أنها تعتبر واحدة من أسعد دول العالم. جاءت مملكة النرويج في المرتبة الرابعة في ترتيب أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة، لتوضح سيطرة الدول الإسكندنافية والأوروبية على قائمة الدول الأفضل للمعيشة في العالم. تبلغ المساحة الجغرافية للنرويج 385,203 كيلو متر مربع، ويبلغ الناتج المحلي للدولة ما يزيد عن 400 مليار دولار سنويا. أما الدخل السنوي للفرد في النرويج فهو يعادل 72,000 دولار سنويا، وهي تعتبر واحدة من أعلى دول العالم من حيث مستوى الدخل، والدولة الأعلى في هذه القائمة أيضا. أما التعداد السكاني للنرويج فهو يقارب 5,500,000 نسمة. جاءت سويسرا في المرتبة الخامسة ضمن ترتيب أفضل الدول في العالم من حيث جودة المعيشة، وهي تعتبر من أشهر الدول اللي ارتبطت بالثراء والمال والرفاهية. تعتبر الدولة عبارة عن بنك كبير للعالم، وده طبعا ساهم في ارتفاع ونمو الاقتصاد فيها بشكل كبير. وتبلغ المساحة الإجمالية لسويسرا 41,285 كيلو متر مربع، ويبلغ التعداد السكاني فيها حوالي 8.5 مليون نسمة، والناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ 680 مليار دولار أمريكي سنويا. أما الدخل السنوي للفرد في سويسرا فيبلغ 62,000 دولار أمريكي سنويا، وتعتبر سويسرا واحدة من أجمل بلاد العالم ومن أشهر الدول بالنسبة لمستوى الأمن والأمان، وكمان بتشتهر بمواقفها الحيادية من كافة دول العالم. فنلندا هي دولة اسكندنافية أخرى ضمن تصنيف أفضل دول العالم من حيث جودة الحياة، وتبلغ مساحتها الجغرافية 338,424 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 5.5 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 251 مليار دولار سنويا. أما الدخل السنوي للفرد فيبلغ 45,000 دولار سنويا. تعتبر استراليا واحدة من أكبر دول العالم من حيث المساحة الجغرافية، تبلغ مساحتها حوالي 7,741,000 كيلو متر مربع، ويبلغ تعدادها السكاني 24,600,000 نسمة. أما الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا فيبلغ 1.3 تريليون دولار سنويا، ويبلغ الدخل السنوي للفرد فيها حوالي 51,000 دولار سنويا. وتعتبر الدولة واحدة من أفضل دول العالم للعيش ومستوى الرفاهية والأمن والأمان، وكمان فيها مدينة ملبورن التي تم تصنيفها كأفضل مدن العالم للعيش على مدار السنوات الماضية.
مملكة هولندا هي دولة أوروبية أخرى تأتي ضمن ترتيب أفضل دول العالم من حيث جودة المعيشة، وتبلغ مساحتها الجغرافية 41,543 كيلو متر مربع بدون الجزر الخارجية التابعة لها. أما التعداد السكاني فيبلغ حوالي 17,133,000 نسمة، ويبلغ الناتج المحلي للدولة حوالي 827 مليار دولار سنويا. أما الدخل السنوي الإجمالي للفرد حوالي 54,000 دولار سنويا. وتعرف هولندا باسم الأراضي المنخفضة، وأقرب جيرانها هي بلجيكا وألمانيا. الدولة التاسعة من حيث جودة الحياة هي دولة نيوزيلندا، واللي بتتمتع بطبيعة رائعة، وتعتبر الدولة من أكثر الدول من حيث السلم والأمان المجتمعي على مستوى العالم. كمان تعتبر من أكثر الدول الديمقراطية، بالإضافة إلى أنها من أشهر الدول للهجرة، وبرنامج الهجرة لنيوزيلندا يعتبر من أشهر 3 برامج هجرة وتوطين في العالم إلى جانب كندا وأستراليا. وإن شاء الله الفيديو القادم هيكون عن الهجرة واللجوء لنيوزيلندا بالتفصيل. بالنسبة لمساحة الدولة فهي 268,000 كيلو متر مربع، أما التعداد السكاني يبلغ قرابة 5 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي لنيوزيلندا 206 مليار دولار سنويا، ومعدل دخل الفرد فيها حوالي 40,000 دولار سنويا. ألمانيا هي الدولة الأخيرة ضمن أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة، وتعتبر ألمانيا من أشهر الدول للهجرة والعمل، وكمان من أقوى الدول الاقتصادية في العالم، ده غير أنها أكبر اقتصاد في أوروبا وتتمتع بطبيعتها الخلابة وسوق عمل كبير، بالإضافة إلى أن مستوى الحرية والديمقراطية في ألمانيا عالي جدا، وتبلغ مساحتها الجغرافية 357,000 كيلو متر مربع، ويعيش على أراضيها أكبر تعداد سكاني في أوروبا، وهو 82,695,000 نسمة. أما الناتج المحلي الإجمالي فهو من أكبر النواتج المحلية في العالم، ويبلغ 3,700,000,000,000 دولار سنويا. أما الدخل السنوي للفرد فهو ما يعادل 51,000 دولار سنويا. ويعتمد الاقتصاد الألماني بشكل كبير على الصناعة زي صناعة السيارات وغيرها، بالإضافة إلى أن سوق العمل في ألمانيا زي ما قلنا من أفضل أسواق العمل في العالم، فهو سوق كبير جدا وضخم وبحاجة دائمة للعمالة الماهرة. وأخيرا تصنيف واختيار الدول الأفضل بالنسبة للمعيشة بيكون وفق معايير معينة زي ما شفنا، وأهم المعايير دي هو الاستقرار الاقتصادي ومستوى الأمن والأمان وسوق العمل ومعدل البطالة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي وتطور النظام التعليمي وأنظمة أخرى زي النظام الطبي مثلا. كمان بيتم الأخذ في الاعتبار عنصر مهم، وهو مستوى الأسعار في الدول دي، لكن بشكل عام طبعا تعتبر الأسعار في الدول دي مرتفعة مقارنة بالأسعار في أي دولة من دولنا العربية، لكن معدل أو مستوى الدخل السنوي للمواطنين أو المهاجرين بيكون مرتفع برضه، وده اللي بيخلق التوازن المطلوب ويجعل الحياة أسهل، ويجعل الدول دي من أفضل بلاد العالم من حيث جودة الحياة ومستوى المعيشة. وفي النهاية أتمنى يكون الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بالدعم بعمل لايك للفيديو، ولو كنت غير مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس علشان تشوف أي فيديو جديد، ونتقابل على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله.